من راح تسد بجد ما تسد يعني عشان كده بنقول اي حاجه معانا مفروكه كراكيب او برده يعني ما بتترميش استفاد منها في وقت ده يعني دي المرحلة الأولى يا جماعة والمفروض نبقى نحاول قدر الإمكان نخليها مستقيمة مش مايلة شمال ولا يمين يعني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، النهاردة بإذن الله هنعمل حاجة سريعة كده ليها علاقة بشغل الجبس عندنا وهي الطاولة الدوارة. الطاولة الدوارة ديت أو الترابيزة اللي بتلف أو القاعدة اللي أنا بشتغل عليها وبتلف عشان تريحني لما بكون بعمل مجسم نحت، يعني محتاج إن أبص عليه من كل الزوايا. دي يا جماعة قطعة جبس اللي هي الجزء ده كانت من شغل فضلة معايا، مليتها اسمنت وحطيت فيها العمود ده. العمود ده يا جماعة انا ما بشتريش حاجة عادة، في الحاجات اللي بعملها دي دايما بستخدم الكراكيب والحاجات اللي بتبقى مرمية اللي هي يعني ايه من باب اعادة التدوير يعني. فده كان عمود مروحة باظت، فطبعا ما ينفعش انا ارمي المروحة وابيعها وبتاع الخردة وخلاص، انا بفككها واطلع الحاجات اللي ممكن استخدمها منها. العمود ده والبليه دي، البليه دي برضو بليه مروحه باظت تمام. دي قاعده موتور ميه صغير، انا خدت القاعده ديت، هي بتبقى ليها باجيه هنا انا قطعتها بالصاروخ وخليتها زي ما انتم شايفين كده شميز يعني يركب في البليه ويركب في العمود. هركب القاعده دي في قطعه الخشب اللي انا عاملها دي. طبعا قطعه الخشب دي لو انت حابب انها تكون مدوره ما علينا، ما فيش مشكله، انا بحب الحاجه تكون مربع قدام عشان بريح عليها العده وبحط عليها عدتين وانا شغال. عشان اعمل اركب القطعه ديت في جزء الخشب ده بالظبط لازم الاقي المنتصف بتاع الخشبه، وعشان الاقي المنتصف باسهل طريقه بعمل الخطين المتقاطعين دول كده اللي هما بيصلوا ما بين الاربع زوايا بتوع المستطيل. ودي يا جماعه اسهل طريقه انك تلاقي منتصف اي حاجه، يعني لو مربع او مستطيل تمام. بعد كده بالقاعده ديت هحط القاعده هنا، وطبعا في انا عندي هنا اربع اخرام، لازم اخلي الاربع اخرام دول يبقوا على مسافه متساويه من الخطوط اللي انا عملتها. هما مش هيجوا على نفس الخط لان الشكل مش مربع، لكن انا اقدر من خلال ان انا اشوفهم كده اظبطهم الاقي مثلا ايه السنتر بتاع القاعده اللي انا عاملها. وبمسامير سن صاجه يا جماعه بثبت القاعده دي او القطعه دي، ما بربطش لغايه الاخر لغايه ما اجمع المسامير عشان اضمن ان الربط بتاعي يكون متساوي. وبعدين ببدا اجمع المسامير كل اثنين قصاد بعض. تمام؟ وكده القاعده بقت ثابته في الخشب. هركب البليه وادق عليها دق خفيف. وبعد ما دقينا على البليه يا جماعه وركبناها نبدا نركبها في العمود اللي احنا مثبتينه تمام. هنستخدم الدق الخفيف يعني، ونفتح الخشبه كده وكده يا جماعه. بعد ما ثبتت بقت تلف اهي زي ما انتم شايفين. وعلشان تبان اكتر يا جماعه نحط الشكل بتاعنا كده ونشتغل عليه فيبقى قدامنا في كل الاتجاهات.
اذا عجبك الفيديو بتاعنا ده فيديو بسيط، ما تنسناش في انك تشترك في القناة بتاعتنا، قناة لسه جديدة محتاجة دعم. ما تنسناش في الاعجاب وتفرج على الفيديوهات بتاعتنا التانية، كلها شغل نحت، كلها شغل جميل هيعجبكم ان شاء الله.